على السلور وشهداء الشعب العراقي جميعا. لكن الان خلاص راح تنطلق الصفقة حتى من المباراة ما بين فريق الحي التميمي في اللون الابيض وفريق الزهراء في اللون الاصفر. واحنا تعودنا على فريق الزهراء في اللون الابيض، لكن اليوم الكنترول هنا في فريق الزهراء. اما تشكيلة فريق الغزل، خالد حميد، ماجد حميد، محمد حميد، عباس حميد، واحمد صبار، وحسن خالد، وشاكر ياسر، واحمد عبد الزهراء امام مدرب الفريق المعروف الكبير زين العابدين سيميوني. سيميوني جدير الكتل زين سيميوني اللي راح يقرا الفريق عدل فريق الزهراء. لكن فريق الزهراء اليوم محمد رسول، راد خالد، جعفر رسول، علي رسول، سلام صالح، صادق سعود، وصالح حامد، ولكن هنا تسديده، لكن الكره تخرج الى رميه جانبيه لمصلحه فريق الزهراء. صالح حامد ومهدي حسين ومشتاق عطيه وعلي